المسماري يؤكد جاهزية القوات المسلحة الليبية للرد على خروقات ميليشيات طرابلس. المنسق الأممي بلبنان يقول إن الاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين اللبنانيين غير مقبول. ترامب يحذر خامنئي من تهديد الولايات المتحدة ويؤكد فرضه مزيدا من العقوبات. موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة. أكد المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري على الجاهزية التامة للقيادة العامة للتعامل مع خروقات الميليشيات الطرابلسية، مشددا أن الجيش لن يسمح بتهديد الليبيين. هذا وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن القيادة العامة لن تقبل المساومة على سيادة وطموحات الشعب الليبي. هذا وأشار إلى رصد إنزال مرتزقة وضباط أتراك بمطار معيتيقة لقرق واضح لوقف إطلاق النار. استنكرت الأمم المتحدة لجوء قوات الأمن اللبنانية إلى استخدام القوة في تعاملها مع المحتجين، مؤكدة أن هذا الأمر غير مقبول. خلال لقائه وزيرة الداخلية اللبنانية، دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش السلطات اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أي تجاوزات مستقبلية في هذا الصدد. هذا وشدد المسؤول الأممي على ضرورة توفير الحماية للصحفيين والإعلاميين الذين يضطلعون بواجبهم في تغطية الاحتجاجات. قتل متظاهران اثنان وأصيب 25 آخرون في تفريق قوات الأمن العراقية لمحتجين قرب جسر السنك في بغداد. هذا وذكرت مصادر طبية عراقية أن المحتج قتل بسبب قنبلة غاز. يشهد العراق احتجاجات عارمة منذ الأول من أكتوبر الماضي أسفرت بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن 429 قتيلا ونحو 23 ألف مصاب. يترأس اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا للحكومة. أوضحت الرئاسة الجزائرية أن الاجتماع سيبحث عددا من القضايا من بينها ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات القطاعية في مجالات الصحة والصناعة والزراعة والتجارة الخارجية. حذر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي حذر المرشد الإيراني علي خامنئي من تهديد الولايات المتحدة. وقال ترامب في تغريدة له بالفارسية على تويتر إن على خامنئي أن ينتبه بشدة إلى كلماته، وذلك بعدما قال الأخير إن طهران قد تنقل المعركة خارج حدودها. وأضاف الرئيس الأمريكي أيضا أن الاقتصاد الإيراني أخذ في الانهيار بسبب تصرفات القادة الإيرانيين. صنفت بريطانيا حزب الله اللبناني بشقيه السياسي والعسكري كمنظمة إرهابية. قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها أدركت الحزب بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010. ختام الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.